باشر خبراء في الصين بتصنيع الأجزاء الأولى من محطة الكهرباء الفضائية، وستشهد السنوات المقبلة إطلاق أول محطة لتوليد الطاقة من نوعها في العالم، والتي ستكون قادرة على امتصاص ضوء الشمس في المدارات الفضائية وتحويله إلى طاقة كهربائية يتم إرسالها إلى الأرض عبر الأمواج الكهرومغناطيسية أو أشعة الليزر. وتخطط الصين لإطلاق أول وحدات هذه المحطة عام 2025.